انت واقفه عندك تعمل ايه؟ ولا حاجه، عنادي على مهراه. طب انت الشباك عيب؟ ايه هو اللي عيب؟ فتح الشبابيك عيب ولا صغيره ما تعرفيش؟ لا كبيره وعارفه، والشباك اها. ما تزعلش، ما يصحش حد يشوفك. حاضر. انت دلوقتي مش فرحه بنت زينب، انت مرت محمد ابو دياب. وليا الشرف، عامل لك الغدا؟ لا مش عاوز، بس ما تطلعيش برا الباب باللبس ده. حاضر. وما تفتحيش الباب لحد. حد زي مين؟ اي حد. قولي حاضر وخلاص. حاضر. نعم 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 يا عم الحاج. فين ابو زكي؟ نزل كيه؟ ومين اللي نزل؟ ولدك حماد. حماد؟ نزل بالعافية. عم الخير، روح انت. حاضر. مناع، حد يجي الفرحة أو هي طلعت راحت حتى؟ لا يا عم الحاج، هتروح فين؟ يعني تكون طلعت مع مهران؟ لا 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 يا بوي خالص. روح أنت. ده شيء يشرفني يا ولدي، لكن ابوك لازم يجي. ايه يعني انا مش مالي عينك يا عم ابو ذكري؟ انت تملي عين الباشا، ده كفايه حركتك معايا، ده لولاك كان زماني متعلق. بس دي الاصول يا ولدي وانا مش قليل. ما تكترش في الحديد، عاوز تقرا معايا فتح الجنينه ماشي، مش عاوز خلاص. اقراها يا ولدي، بس ابوك لو عرف انك جيت من غيره يزعل. يا عم ابو ذكري، ابويا اللي هيتجوز ولا انا؟ لا هو اتجوز خلاص، ويمكن يتجوز تاني، ما هو سره باتع. هتقرا ولا مش هتقرا؟ نقرا يا ولدي نقرا. انا طالع الاربعين، لو عوزتي حاجه خبطي على الباب مناع يجيلك. تعيش وتفتكر يا حبش. يا من يعيش. ربنا يديك الصحه يا رب. يا رب. بقية في حياتك. بقية في حياتك يا حبيبي. بقية في حياتك يا حاج، والف مبروك على الجواز. البقاء لله. تعيش وتفتكر يا حاج، الف مبروك على الجواز. عظم الله اجرك يا عريس. المسمار لسه مدقوق في مطرحه. والله انت ظالمني، وبعدين انت في حالة حلوة، مفروض تسامح كل الناس. عامل ايه يا حاج سيد؟ زي الفل يا حاج، والله توحيد ما سابتني ليلة في الاربعين ليلة اللي فاتوا. رجل الدب يا ولدان. ابو ذكرك في الخاشمك. يا مؤاخذة يا عريس. عريس؟ هيكلم مين دي؟ انت ما تعرفش، اخو المرحومة اتجوز. وماله؟ الف مبروك يا حاج، الونس حلو. والله انا لولا زعل توحيد كنت اتجوزت. الراجل صواميله فوتت. ابو ذكري، ساعات احس ان اللي بين ضلوعك فردة جزمة مش قلب. ولدك جالي امبارح وقرينا الفاتحة. ولدي مين؟ حماد، بس قريناها بشكل معقد، وقلت له الفتحة الكبيرة لما ابوك يجي. لما ابوه يجي يبقى عمرك ما هتقراها. مش هو عمل راجل وجالك وانت عملت راجل وقريت؟ اتفقوا مع بعض. Thank you.
والله حجي كمان انا ما عارف، عندها ضعف في جسمها كله حتى الحجنه، مش عايز تمشي في الوريد، والضغط طالع نازل بشكل غريب. وده من ايه يا دكتور؟ وفي حد زعلها؟ هو كل ده من الزعل؟ واضح انها في حاله حزن شديد، وعموما دي مجموعه فيتامينات، وحاولوا تفرفشوها وتبعدوها عن اي زعل، وتشغلوا لها التلفزيون وتتكلموا معاها، وان شاء الله خير. ويظهر ادويه الاعصاب مع الحزن عمل لها دروب في الدوره الدمويه، وانا هتابعها باستمرار باذن الله. ان شاء الله، متشكرين يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. شاهد يا مناه. حاضر يا عم الحاج. مرحبا يا عريس. الصبح يا كامله. هو العريس بيبقى شايل الهم كده؟ ليه؟ مش باين يعني عليك لا فرحة ولا حاجة؟ هو اللي يشوفكم يعرف الفرح. عموما مبروك، أنا بس حبيت أقول لك كلمة واحدة. أنت برضك كنت جوزي وأبو عيالي يا محمد، ولما اتجوزتني سواء أنا أو لميعة أو مندها كنت أول بختنا وآخره برضك، معرفناش راجل غيرك ولا هنعرفه. الدور ده خلي بالك الفرق كبير، واللي معاك مش مغمضة، الوجعة الدور دي ممكن تستحملها وممكن ما تستحملهاش. والبنت العشاقة محدش يقدر عليها، والسن يميل للسن، وعيالك صغيرين من سنها. مبروك يا حاج. عامله ايه دلوقتي؟ نايمه، ما دقتش حاجه بالصبح. رحت لابوك يا ولدي؟ رحت له يا امي، وقال لي هيجيلك. هيجيلك يا امي. صح يا ولدي؟ ايوه يا امي، هيخلص اللي وراه وهيجيلك. لك دمه احسن، ولسه مش هشوف راحه طول ما العجربه دي عنده. عينه في وسط راسه. تعرفي يا كامله، لما رحت اجيب مهرام من عنده لقيته نايم جاره وهي في اوضه تانيه. تلاقيه يا دي الموضه، باين كل واحد فيهم في بر المركب مش راسي. البنت طليقها فين؟ صايع بيشتغل اي شغلانه هيقولوا. بس لو نعتروا عليه سهله، نشيعوا له مرسال. اللي في راسك يا كاملة؟ مفيش في راسي غير حيرته. ما تعرفش ابوي مرات ابوي راحت فين؟ مرات ابوك مين؟ فرحة العروسة الجديدة. راحت فين؟ انا اللي اعرف، انا قابلتها على الطريق هي ومهران وعلى رجليها، سلمت عليها وقلت لها عاوزة حاجة، قالت لي شكرا وسحبت ايديها ومشت. هي قالت لي انها رايحة لامها. وده وقته برضه، مش عندنا واجب، وتطلع تقعد فوق مع الحرير. عندك كلام تاني عاوز تقوله؟ كلام ايه؟ قوم وقف مع الرجالة، ومالكش دعوة بالحريم قالوا ايه وقعدوا مع مين، وليك حساب تاني معايا على اللي عملته. راحت فين دي؟ العريس الشباب الشديد منور. ها؟ ده انت مش هنا خالص، الغربان الجديد شدته كبيرة. فرحة فرحة
مرحبا يا حاج، ازيك؟ انت اللي جابك هنا من غير اذن؟ هستأذن عشان اروح لامي؟ وتستأذني عشان تخش الحمام، مفهوم؟ هدي يا حاج، وهي راحت فين؟ ما هو بيتك برضك، وكل بيوت البلد بيوتك. اطلعي قدامي. لسه ما خلصتش قعدتي. قلت لك اطلعي. وانا قلت لك لما يجيلي مزاجي حروح. مزاجك؟ انا ما عنديش مزاج. غطي نفسك وهدي مهران وحصليني. اطلعي اطلعي يا بنتي واسمعي الكلام. يلا.